آيات النبوي. أنا IBM Egypt. أنا Business Transformation Consultant. أكتر بانيل كانت interesting كانت SMEs. كنا بنتكلم فيها على قد إيه الماركت ده فيه potential عالي وقد إيه هيحول الـ unbanked والقطاع اللي هو 85% تقريباً قطاع covered أو unbanked أو underbanked. I guess فيه potential كبير قوي وفي potential للبنوك والفينتكس for the digital transformation والإيكوسيستم يبقى فيه نوع من أنواع الانتجريشن مع بعض. أول كينوت الحقيقة كانت very impressive لأن كنا بنتكلم فيها على إيه الكارير باث فعلاً بتاع الـ CFO. It's not only about management. في knowledge behind it, في learning behind it. لازم نبقى فعلاً عندنا hands-on experience سواء كان في الـ operations سواء كان طبعاً في الـ accounting والـ finance في negotiations في الـ communication at large. وطبعاً لازم يبقى فيه digital management exposure. بصراحة البوزيشن المكان أو اللوكيشن كان هي حتى الأورجانيزيشن الأجندة very clear و very cooperative. أنا مبسوطة بصراحة وكمان التوبكس very innovative وبالتاتش بيز على الليتست trends فدي مهمة جداً جداً.